نستمع إلى تلاوة المتسابق أسامة بن عامر الهوشان، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أسامة الهوشان من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. المتسابق أسامة عامر الهوشان من سوريا، كلمتكم يا شيخنا. بارك الله فيك ابني أسامة، الله يرضى عليك ويسعدك ويزيدك توفيق إن شاء الله. كما ذكرت لزميلك من غينيا قبل قليل، أنت أيضا عندك هذه الغنة شبه المستديمة. الغنة شبه المستديمة، لا تأتي بغنة إلا مع الميم والنون. النور نور، لو سددنا الأنف صوت الواو لا يتغير، أما أن يكون غنى مع الواو مشكل. بإذنه هي، ولا تقول هي هي، لا تستعمل الأنف مع الهاء، هي هاء صافية الله يرضى عليك. الياء المشددة يا ابني، الياء حرف رخو، الحروف إما شديدة أو بين الرخوة والشديدة أو رخوة، الياء من الحروف الرخوة. أي، شايف كيف مخرجها واسع وصوتها يعني مستمر، لأنه ما في أمامه حاجز يقفل المخرج. فلا تقول يا أيها، أي لا، ليه؟ أيو أيو أي، يعني صوت الياء مستمر، هي مشددة غير شديدة، مشددة بمعنى مضاعفة، يا إين أيو، لكن ما في انقطاع بصوتها. يا أيها أيها أيها، لاحظت؟ الله يرضى عليك. وبشري كمان، هم بدك تعطي بالك إنك عم تنطق شينين، وبشي بشي بدك زمنين، أما وبشر الذين، وبشر وين الزمنين؟ تبه، الخطف هذا عند القراء اسمه اختلاس، وليس هذا من أماكنه. تبهت ابني؟ الله يرضى عليك. بدك تتخلص من هذه الأشياء
ربي يوفقك. شكرا شيخي.